هنروح لوزارة المالية. دكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن ما حدث في مرفأ بيروت في لبنان جعل الحكومة تراجع كميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، قائلا: ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا، وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ. معانا على تليفون الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا. كلمنا دكتور مجدي عن الإجراءات اللي اتخذتها وزارة المالية للتخلص من المواد الخطرة بالموانئ. هو الحقيقة وزارة المالية مصلحة الجمارك مش من بعد الحادث بتاع مرفأ لبنان، لا، احنا من قبل كده بكتير، من فترات طويلة كنا بنهتم دايما بالبضايع المهملة، بنهتم بهذه البضايع أولا للأصناف اللي هي بتمثل خطر داهم على المواني، سواء كانت هذه الأصناف عبارة عن كيميائيات أو أصناف تصلح لأن تكون مفجرات أو مفجرات، بنحاول دايما بنتخلص منها بكافة الطرق. احنا كلنا عارفين ان الكيماويات كيماويات يا اما ثنائيه الاستخدام او متعدده الاستخدام ممكن تصلح لاستخدامات في الصانع والمشروعات الانتاجيه او مشروعات قوميه، وممكن تصلح لانها تستخدم استخدام اخر غير سلبي. بالتالي كنا حريصين عبر سنوات 4 سنين وخمس سنين فاتوا ان نتخلص دايما من البضايع المهمل. كان في اهتمام كبير جدا مش من وزاره الماليه بس، من السلطه الاعلى كمان بيتابعوا مع وزاره الماليه، مجلس الوزراء بيتابعوا ازاي نتخلص من البضايع المهمل. التخلص منها انت عارفه حضرتك عن طريق يا اما التنازل عنها الى جهات حكوميه تستخدمها، او البيع لجهات اخرى غير حكوميه، او بالاعدام اذا كانش الطريقه الاولى والثانيه تصلح، فبالاعدام مباشره في اماكن فيها زي محرقه نفايات او الكلام ده. فطبعا اللي كان بيهمنا ان احنا نتخلص من هذه البضايع وما تكونش موجوده ويتم عدم تراكمها في الموانئ. الحقيقه كمان السيد وزير الماليه بعد الاحداث المرفأ لبنان كان حريص جدا على انه يتاكد من كيفيه التخلص من هذه البضايع من كل المواني المصريه، سواء كنا بنتكلم على مواني بحريه او مواني جويه او مواني برية. تمام. وبالتالي بدانا في اعداد خطه شامله مع الجهات المحليه، لان هو المشكله على فكره في تراكم هذه البضايع كان غياب التنسيق زمان على البضائع دي، عشان كانت بتقعد بالخمس سنين والست سنين والكلام ده. النهارده بيتم التخلص بصفه دوليه، تم عمل تعديلات في التشريعات الامريكيه، سواء قانون المناقصات والمزايدات او قانون الجمارك، علشان يبقى في سرعه التخلص. تمام. من قرار مهم وسليم وفي وقته. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك. شكرا لحضرتك.